السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا ولاد هنراجع مع بعض القسمة وهنحل نماذج امتحانات من ملزمة المدرسة. لو جيت قلت المسألة اللي احنا شايفينها دي يا ولاد 963 على 3 هيطلع الناتج بتاعها 321. 963 ده المقسوم 3 المقسوم عليه 321 ناتج القسمة او خارج القسمة، ولازم المقسوم يبقى اكبر من المقسوم عليه. هنحل مع بعض شويه مسائل عن القسمه، بس اول حاجه يا اولاد هنفتكر ان احنا كنا بنحل مساله القسمه من الشمال، القسمه من الشمال والحل من الشمال، لان القسمه عكس الضرب. العدد على نفسه بواحد، يعني 3 على 3 بواحد، 4 على 4 بواحد، 5 على 5 بواحد، 0 على اي عدد بصفر، 0 على 7 بصفر، 0 على 5 بصفر، 0 على 3 بصفر. طب تعالوا نحل مع بعض كده يا اولاد. 3 على 3 فيها الواحد، 9 على 3 فيها 3، 6 على 3 فيها الاثنين، 3 على 3 1، يبقى 1321. 1321. 6248 على 2، 6 على 2 فيها 3، 2 على 2 فيها الواحد، 4 على 2 فيها الاثنين عشان 2 في 2 ب 4، 8 على 2 فيها الأربعة عشان 2 في 4 ب 8. 909 على 9، 9 على 9 فيها 1، 0 على 9 0، 0 على 9 0، 9 على 9 1، يبقى 1001. 6 على 3 فيها الاثنين، 2 في 3 ب 6. طب 1 لما يجي يتقسم على 3 ما ينفعش، عشان الواحد اصغر من 3، المقسوم اصغر من المقسوم عليه. هعمل ايه؟ هحط صفر في الحل، لازم احفظ الخانه اللي كان عليها الدور يكتب فيها الحل بصفر، وهضم عددين مع بعض، 12 على 3 فيها الأربعة عشان 3 في 4 ب 12، 9 على 3 فيها 3 يبقى 2043، 8164 على 4، 8 على 4 فيها الاثنين عشان 2 في 4 ب 8. طب 1 على 4 ما ينفعش، الواحد أصغر من الأربعة، هحط صفر في الحل وهضم عددين مع بعض، 16 على 4 فيها الأربعة، 4 في 4 ب 16، 4 على 4 فيها الواحد يبقى 2041، 5 على 5 فيها الواحد، 2 على 5 ما ينفعش، هحط صفر في الحل وهضم عددين، 25 على 5 فيها الخمسة عشان 5 في 5 ب 25، 5 على 5 فيها الواحد يبقى 1051، 9186، 9 على 3 فيها 3، 3 في 3 ب 9، 1 على 3 ما ينفعش، الواحد أصغر من 3، هحط صفر في الحل وهضم العددين مع بعض، 18 على 3 فيها 6 عشان 3 في 6 ب 18، 6 على 3 فيها الاثنين عشان 2 في 3 ب 6 يبقى 3062، 4 على الاثنين فيها الاثنين، 2 في 2 ب 4. طب 9 على الاثنين، انا عاوز اقسم 9 على الاثنين، 9 ده عدد فردي، يعني متقسم على 2 هيتبقى باقي. طيب عاوزه حاجه اضربها في 2 تديني 9، اللي هي هجيب اقرب حاجه يا ولاد، اللي هي ايه؟ 4، 2 في 4 ب 8. طب انا معايا 9، اتبقى ايه؟ اتبقى 1، يبقى ال 4 دي تبقى 14، يبقى الواحد هوقفه ورا الخانه اللي عليها الدور في القسمه، 14 على 2 فيها 7، 2 في 7 ب 14، 6 على 2 فيها 3، 2 في 3 ب 6. المساله اللي بعد كده 3 على 3 فيها الواحد، طب 6 على 3 فيها الاثنين، 2 في 3 ب 6. طب 8 على 3 مثلا عاوزه حاجه اضربها في 3 تديني 8، لما قلت 3، 3 في 3 ب 9، 9 هتكبر من 8 مش هتنفع، هقول حاجه قريبه شويه، 2 مثلا يا ولاد، 2 في 3 ب 6، طب ما احنا يا ميس معانا 8، يبقى هيتبقى 2، طب الواحد ده هيبقى ايه؟ الواحد هيبقى 21، 21 على 3 فيها 7، 3 في 7 ب 21، 7 على الاثنين عاوزه اقسم 7 على 2، ده هياخد حاجه وده هياخد حاجه وهيتبقى باقي عشان ده عدد فردي. طب 7 على الاثنين اجيب حاجه قريبه، 3، 2 في 3 ب 6، طب انا اصلا معايا 7 يبقى هيتبقى 1، الاثنين هتبقى 12، 12 على الاثنين فيها 6 عشان 2 في 6 ب 12. طيب هقسم ال 4 على الاثنين، 4 على الاثنين فيها الاثنين، 2 في 2 ب 4، هقسم 6 على الاثنين، 2 في 3 فيها 3 عشان 2 في 3 ب 6، 2 في 3